سبولة. طبعا أنا عاملة كمية قليلة بتكفي يمكن لشخصين. أول إشي ضمت بقدونس فرمناها ناعم، بعدين شوية نعناع، بعدين كمشة إيد بالضبط هيك برغل، ننقعه بالمي قبل هيك حوالي نص ساعة نبلش نشتغل. بصلة خضراء عرق واحد، بندورة تنتين متوسطة الحجم فرمناهم ناعم كتير، شوية ليمون ما رح نستعمله كله وشوية ملح. رح نبلش نخلط المكونات ونحط أول إشي البقدونس. بعدين البرغل ننقعه بالمي عشان يفتح. بعد البرغل البندورة، بعد البندورة البصل. هلأ منبلش نحرك فيهم. نضل نحرك عبين ما يصيروا مناح. هلأ النعنع ناخده شوي هيك بإيدنا ونفتفتهم صغار ونلفهم على الجناب. هلأ منوقف شوية، مناخد شوية ملح، رشة صغيرة مش كتير، وبعدين منحط الليمون شوية كمان. هلأ بعد ما خلطناها منيح، في ناس بتحب تحط بندورة أكتر، تقدروا تزيدوا تنتين أو واحدة حسب الطلب. هلأ خلاص هيك صارت جاهزة، رح نضيف شوية زيت زيتون. ونرجع نحركها كمان مرة، وهيك صارت التبولة جاهزة. صحتين وعافية.